زي ما تعودنا دايما بنبتدي اخبارنا مع اخبار الطقس والجو. خبراء هيئة الارصاد الجوية بيتوقعوا ان النهاردة الحد هيسود طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في اول الليل، مائل للبرودة في اخره، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد. هي مش بتقل الرؤية الصراحة، الرؤية بتنعدم النهارده. يعني الناس اللي نازله رايحه اشغالها، ارجوكم خلوا بالكم. اتمنى يعني ان الشبوره تكون نزلت دلوقتي، وان كان من تقريبا نص ساعه او ساعه الا ربع كده كانت الشبوره قويه جدا على المناطق اللي فيها قريبه من الزراعات وقريبه من المسطحات المائيه. محور 26 يوليو للناس اللي رايحه 6 اكتوبر كان تقريبا السير فيه بطيء جدا جدا، ومناطق 6 اكتوبر وايضا بعض المناطق في التجمع. عشان كده هبقى معانا دلوقتي على التليفون الدكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. دكتور احمد صباح الخير. صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. الشبوره كانت قويه النهارده زي ما حضرتك قلت لنا امبارح، بس ما كناش متوقعين انها هتكون بالقوه دي. تقريبا عشان الناس تكون يعني في السيف سايد او في مأمن، الشبوره هتنزل قدامها وقت قد ايه وتبقى اضعف من اللي هي موجوده فيه دلوقتي؟ يعني احنا الشبوره فعلا مستمره معايا لحد الساعه بقت ساعه، مع بعد ان شاء الله تبدا تنخفض حدتها، لكن الشبوره طبعا موجوده معايا الاسبوع دون، لان احنا بنعيش ضغط معتدل لطيف على كافه الانحاء، خاصه في درجات حرارته. الشبوره المائيه زي ما قلت لحضرتك موجوده، لكن في فرص سقوط امطار من خفيفه للمتوسطه على اقصى الساحل الشمالي الشرقي، المقصود به بلطيم، دمياط، الى بورسعيد، الى العريش، حتى رفح المصريه. طيب هل في احتماليه لان الشبوره تكون اقوى في خلال الايام القادمه وبقيه الاسبوع؟ لا، هي يمكن اقصى اللي هو النهارده، يعني الايام القادمه يعني ممكن تخف حدتها شويه. تمام. ايضا هناك اخبار عن سقوط امطار في جنوب البلاد وتحديدا في مناطق اسوان وحلايب وشلاتين. الاخبار النهارده الصبح في بعض الجرايد كاتبه ان احتماليه حدوث سيول في جنوب مصر من هذه الامطار. لا، هي خلاص الفرص دي انتهت مع نهايه امس، خلاص فرص سقوط الامطار على الجنوب انتهت مع نهايه امس. النهارده تبدا فرص لسقوط الامطار على السواحل الشماليه الشرقيه، وبالنسبه للجنوب لو في امطار فهي خفيفه جدا، مش تصل لحد السيول زي ما هم قالوا. تمام. وبالنسبه للقاهره ومناطق وسط الدلتا؟ لا، سقوط امطار بالنسبه للقاهره. ما فيش امطار في ودرجات الحراره يا فندم؟ السواحل الشماليه تتراوح من 26 27، الوجه البحري والقاهره 27 28، جنوب سيناء شرم الشيخ الغردقه حتى الشمال الصعيد من 29 30، اخيرا جنوب البلاد ما بين 30 و 31. دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا، وهسيبكم دلوقتي حضرات الساده المشاهدين مع بيان بدرجات الحراره المتوقعه في بعض المحافظات والمدن المصريه.